على شغل؟ لا ما كنت عم دور ابدا، بالصدفه انعرض علي وانا قبلت. طيب ليش ما جبتي لي سيره؟ كنتي مع غسان؟ لانه ما بدي نكون انا وغسان بنفس الشغل، وانا ماني حابه اشتغل عندك. هيك لكان امي، كرمال الله لا تقلبي خلقتك فيني وتنزعي لي فرحتي من اول يوم. طيب مثل ما بدك. شو صار؟ بهولندا صارت مشكلة وعم يحققوا بالموضوع، في شوية إجراءات. إيه شو راح يصير؟ المحكمة هي اللي راح تقرر، ويمكن يرحلوها على بلدها، ما بعرف، هيك قالوا لي. أمي أنا بدي آخذ مصطفى. بس الصبي ما راح يسكت معك. طيب شو أعمل؟ لازم آخذه معي. إيه جميلة بنتي، ديري بالك على مصطفى لبين ما جهز حالي. ليش لوين بدك تروحي؟ راح روح مع علي على البيت لحتى دير بالي على مصطفى، ما بقدر اتركه لحاله بهداك البيت. تا يلا يا روحي تعال شوف. اوبا زهرة، ما هيك؟ اي مرحبا، انت زهرة وانا علي، انا جدك. فيني احملها شوي؟ دخيل دخيل انا حفيدتي. ريحتها لحفيدتي بتاخذ العقل. ما فيني بوسها، دقني طويلة كتير وما بصير بوس الولاد الصغار، مشان ما تاخذ ميكروبات، ديري بالك عليها. ابوها غسان 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 غسان، انا متاكد انه بحب بنته كتير. وأكيد بنته بتحبه كتير. بتمنى تعيش مع مصطفى مثل ما بدك بابا ويحبك. إن شاء الله بنتي، إن شاء الله. يلا خلونا نمشي. جميلة، اليوم اجى لعندك كم زلمة على المشغل، مين هدول؟ أمي أكرم تاتلي أغلو، بيكون أبو لغسان. شو بده؟ وليش جاي وجايب كل هالرجال معه؟ بده يعني طالع غسان من شغله.
كان معارض زواج ابنه من نيفين وعم يحاول يزعجهم. وشو ساويتي؟ رفضت طبعا. بسيطة جميلة، ديري بالك على حالك. هدول الناس ممكن يأذوكي، انتبهي منيح. الله يخلي لك اياها. امي خايفة انه اكرم تعتلي اغلو يحطك براسه. بنتي لا تاكلي همي، غسان ما لازم يعرف باللي صار، بصير بده يترك الشغل وبيروح بيعلق مع ابوه. اصحك تقولي له شيء. نيفين نحن رايحين، انت جايه معنا؟ ايه استنوني دقيقه. خاطرك امي. انت امتى رح تبلشي بالشغل؟ يلا بقى نيفين. ليكني جايه بس دقيقه، بكره رح بلش. زهره وين بدك تتركي يا بنتي؟ كنت ناويه اخليها عند التيتي بس هلا هي بدها تضل عند مصطفى، ما بعرف. انا بكره رح ابعث لك وحده لعندك، بتضل عند زهره بالبيت. بتعرفي انه ماني قد اجرتها بنوب. شو هالحكي اللي عم تحكيني فين؟ معقول تحكي هيك؟ يا عيب شو عليكي. لك حاجه قر انت وياها. ماشي تيتا، ليكي ستك.